اللي ركب الاوضه يا عم خد يا خد يا يا عبد الله يا احمد يا احمد امس احمد عصام تعال هنا خش يلا ما جبتش بتاع معاك ليه؟ بقول لك عايز ما انا هبعته لك خليك انت منك سنتر بس لا بدل ما دورنا نتقدر كده تعال لك منصور عليه ارفع ارفع نزل اه انت عايز الستاند يعني؟ ارفع بعد من ورا اديني لفه بقى لف 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 بتاع بس بس لا ما راح حاجه قلت مسامول يلا والمسامير انت كنت حاطهم تحت عندك هم الخضر بس جاي الصامولة ماشي الصامولة اللي تجي بس ما نزلش صحيت الرسم صحيح انت اللي بتربط سيب سيب الترومبه يا جدعان سيب الترومبه واحد يربط اربط يا احمد مسك انت بقى هات يا باشا مسامير يلا هات سيبك انت ما تشغلش بالك خلاص يا ركبي يا باشا خلص سيب من هنا هات مسامير هات يا باشا مسامير اه شكمان انا بركب ولا ايه؟ اه لا ولا تطلع دخان ازاي؟ جربها كده في البتاع يا مفيش علات هنا بتركب ولا حاجه يا اولاد؟ فين؟ ها؟ في هنا في المكنه بتشيل المكنه منها بالترومبه في حاجه لا الجام كلها فوق هي الشكمان فوق فوق كله فوق رايح يا حاج محمد رايح يا حاج محمد رايح يا حاج بس يا حاج الف سلامه يا حاج محمد خلاص تعال خلاص امس اسحبوا الوضع استنى انا فرورة خليك انت وانا فرورة هات لي بقية المسامير هيبقى التصوير من فوق احسن خداعي بس طول ما هو يركب روح خلاص وتشكل هات مسامير يلا بسم الله ما شاء الله الله ينور الصحس الحاج محمد خلاص افصل عم حسن ايوه من الكلب بعرف فايز تعرفت على واحد اسمه ايه